النهارده. انا ماليش دعوه بمباراه، والله لو اللعبه دي اتعملت في مباراه تانية كنت هقولها برضه، ولكن اللعبه دي اتعملت في مباراه الزمالك وفيوتشر. ومحمد عبد الشافي الحكم استدعى فجاه، لقينا كابتن محمد عادل صاحب نظريه الاحتواء كان هو اللي حكم للفيديو في هذه المباراه، مباراه الزمالك وفيوتشر النهارده اللي لسه منتهيه. وكان الكابتن محمد الحنفي حكما للساحه في هذه المباراه، فجاه لقينا الكابتن محمد عادل ينده على الكابتن محمد الحنفي وبيقول له يا كابتن محمد تعالى بص في حاله طرد مباشر من الواضح، يعني الكلام كان كده لانه القانون واضح ان انت ما ينفعش تستدعي الحكم الا لو كان في طرد مباشر. مش بتستدعيه على انذار، ما ينفعش تستدعي الحكم على انذار. انا ليه بقول القانون او ليه بقول اللائحه؟ لانها هتفيدنا بعد شويه، بعد دقيقتين ثلاثه من الكلام اللي انا بتكلمه ده. فانا مبدئيا ما ينفعش اكلم حكم الفار، ما ينفعش يكلم حكم الساحه يقول له تعالى الكره دي فيها انذار، لا هو يقول له تعالى الكره دي فيها طرد. خلاص؟ فمحمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك دخل برجله على لاعب نادي فيوتشر. هذه اللعبه تستحق الطرد، تخيل حضرتك، او تستحق ان انت تكمل عادي زي ما انت عايز، الحكم هو اللي يختار، انا ما بقولش حاجه، الحكم هو اللي يختار. الحكم عمل ايه؟ عمل حاجه غريبه جدا. راح للفار وبعد ما شاف اللعبه المفروض احنا يرجع يا يطرد يا يقول لك العب. يا يطرد يا يقول اللي يلعب، لا كابتن محمد الحنفي طلع انذار. في سابقه جديده في عالم كره القدم. ما نشوفهاش غير في مصر. الكلام اللي انا بقوله ده لو صحيح حد يطلع يقول لي يا اسلام انت بتقول غلط والكلام اللي القانون صح هيتم تطبيقه بهذا الشكل، يمكن انا مش فاهم او ما اعرفش. لكن اللي انا اعرفه وسالت فيه ما ينفعش الحكم يتم استدعائه ويرجع يدي انذار. لكن في سابقه غريبه كابتن محمد الحنفي كابتن محمد عادل كلمه وقال له تعالى شوف، فشاف رجع طلع حط ايده في جيبه وطلع كارت اصفر ورجع وكمل اللعب. يا تطلع كارت احمر يا ما تطلعش خالص وتقول العب. هو الاحتواء ايه؟ كابتن محمد عادل على فكره هنا لم يخطئ. كابتن محمد عادل شاف الكوره فعمل اللي عليه واستدعى الحكم. لم يخطئ اللي هو كابتن محمد الحنفي. كابتن محمد الحنفي ما اعرفش الحقيقه اتعملت ازاي او حسبها ازاي. وبعدين يا جماعه انا كل اللي عايزه او كل اللي جمهور النادي الاهلي عايزه هو العداله التحكيميه فقط لا غير، انا والله ما عايز حاجه ثانيه، يا عم خليك في اللي انت فيه، انت كسبان امبارح وخلصت وكسبت، يا سيدي انا مش مساله مكسب، هي مساله ان انا عايز يكون هناك عداله في التحكيم للجميع، لو النادي للمره ال 500 الف ومليون، لو النادي الاهلي عليه ركله جزاء من فضلك احسبها. لكن لو ليا ركله جزاء او طرد احسبه. بس هو ده اللي انا عايزه، الواحد ما قالش حاجه ثانيه. هو ده دايما الاتجاه اللي انا بروح له وبتكلم مع حضراتكم فيه. اللعبه اهي، انا معلش اللعبه امام حضراتكم، والله ما قصدي زمالك وفيوتشر خالص ولا حاجه، انا قصدي ان في لعبه وانا هنا بتك على موضوع التحكيم لان المباريات القادمه هتبقى صعبه جدا. يعني يا كابتن محمد الحنفي اللعبه دي لا تستحق الكارت الاحمر، تستحق كارت اصفر، ما كانش يجب ان هو يستدعي كابتن محمد عادل حكم الفيديو، استدعى كابتن محمد حنفي حكما حكم الساحه علشان ايه؟ عشان هو كابتن محمد عادل شاف ان هي تستحق كارت احمر. على الرغم من ان محمد عبد الشافي، انا بتكلم محمد عبد الشافي شخص محترم جدا وبالمناسبه محبوب من ناس كتيره جدا في مصر ولاعيب كبير وعنده تاريخ، انا ما بتكلمش عن محمد خالص ولا، لكن دي لعبه قدامي حصلت فبحكيها. هو ليه امبارح حصل كده مع النادي الاهلي وليه النهارده حصل كده مع انديه اخرى؟ بغض النظر كان ممكن يحصل ده مع ناديين تانيين، لكن امبارح في مباراه الاهلي مع فاركو حصل كده. مش الكره دي ممكن تحصل في مباراه تانيه، مثلا اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز، اهلي واسماعيلي، اهلي ومصري، اهلي واتحاد، ويكون النادي او اي فريق، الاهلي مع اي فريق والنادي الاهلي متعادل او متاخر والكره دي تفرق معاه.
بتاعت الكابتن محمد معروف امبارح حاجه غريبه جدا. سهل جدا يا كابتن محمد ان انت تطبق القانون، سهل جدا يا كابتن محمد الحنفي النهارده ان انت تطبق القانون. على فكره ممكن اي فريق يكسب او اي فريق يتغلب، ما عنديش اي مشكله. اللي عايز يكسب هيكسب بمجهوده، واللي عايز يتغلب خلاص اتغلب لانه يستحق الهزيمه. لكن امبارح الاقي حاجه والنهارده الاقي حاجه تانية، امبارح الاقي مفيش احتواء والنهارده الاقي في احتواء من كذا حته ومن كذا اتجاه في انديه اخرى، مش الكره دي بس وفي غيرها. فانا عندي مشكله مع التحكيم يجب ان يتم حلها. مش عشان انا كاسب 3-0 او 3-1 ما تدينيش حقي، او في نفس الجانب مش عشان انا مغلوب برضو تتعاطف معايا. انا مش عايز حد لا يتعاطف او تحتويني ولا ما تحتوينيش. انا كل اللي عايزه ان انا اخد حقي، حقي فقط، وحقي بالمناسبه وبالقانون طبعا، حقي القانوني معايا اللي بيتم تطبيقه عليا يتم تطبيقه على بقيه الانديه مش انا بس. اللي يكسب مبروك واللي يتغلب هارد لك والكلام ده حلو وجميل وكل حاجه، ولكن نحن نسعى لعداله تحكيميه. علشان والله لو في عداله تحكيميه اي حد هياخد الدوري ان شاء الله الاهلي اللي هياخده، لكن لو اي حد هياخد الدوري هنقول مبروك. تخيل بس يكون هناك عداله تحكيميه. العداله التحكيميه يجب ان تكون متواجده في مع ال 17 فريق بجانب النادي الاهلي طبعا. هو ده اللي انا بتكلم فيه. فالحقيقه النهارده الموضوعين دول كانوا مهمين جدا، موضوع موسيماني وموضوع التحكيم في مباراه الاهلي امبارح والنهارده في مباراه فيوتشر والزمالك. امبارح الاهلي وفاركو، النهارده شفنا حاجتين عكس بعض تماما. ومش انا اللي بقول، والله ما انا الصوره امام حضراتكم، وقولوا لي اذا كان الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. بس مش عايز حاجه ثانيه. كل اللي بطلبه ان انا ولا بضغط على حكام ولا بعمل على حكام ولا الكلام ده كله. كل اللي انا عايزه ان يكون هناك عداله تحكيميه.